انا جيد اوباي 16 سنه نقرا في بروميير اني سيكل كوليجيال. انا تلميذ سابق في معهد ديال غاودي ديكاكيومونطال جبر ديزيام نيفو في 2017. الاستاذه ديالي استاذه هاجر صراحه استفدنا بزاف من هاد كاكيومونطال، تعلمنا بزاف د الحوايج بحال الخفه في الحساب والسرعه في الحساب، وتعلمنا حتى في طريقه ديال الفهامه رجعنا كنفهموا مزيان في وقت اقل، وحتى في الحساب ديال الماط كيعاونك في المونتاليتي باش كتخيل ديك العمليه بلا ما تحتاج سيلو ولا ورقه ولا شي حاجه. وهادو هما لي زافونتاج اللي تعلمنا في الحساب الديني. شكرا. السلام عليكم. كوتش في الحساب الذهني. دونك الحساب الذهني اليوم عندنا واحد المسابقه غنتوجوا فيها التلمذات ديالنا ديال مركز الامل انسيتو غاودي، اللي حنا سبقنا هذه تقريبا 7 سنوات حنا كنشتغلوا على هذه الماده اللي فيها عده فوائد، منهم تقويه الذاكره، الحفظ، سرعه الرد، الثقه في النفس كذلك اللي كيستعدوها الاطفال، واهم شيء كيف ما قال التلميذ ديالنا اوبي تبارك الله عليه راه سال ديزيام نيفو وفاتو بزاف في المسار الدراسي ديالو. هذا اهم حاجه حنا كنشتغلوا عليها ابار الثقه في النفس، هو انها تساعدهم في المسار الدراسي كامل، يعني انهم كيبداو يحفظوا بسرعه، يكتسبوا بسرعه، ويفهموا بسرعه من خلال داك البرنامج، لانه فيه عده طرق اللي هو الحساب بالاباكوس واللي هي كتحيد من بعد وكترجع كل مونطال ايماجيناسيون. دونك كنشغلوا داك لو سيرفو اللي كيكون شويش خامل اللي ما كيبقاش يتخيني، دونك هو سي ان جيمناستيك دو سيرفو. دونك حنا بالنسبه لنا ملي كنعملوا رياضات اخرى دونك خصنا كذلك نعاونوا الوليدات ديالنا بالرياضه ديال الدماغ، ونتمنى ان يتوفقوا جميع الوليدات في هذا النهار ان شاء الله. كنتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم ان شاء الله مستقبل زاهر باذن الله. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم، معكم بلال العمراني صاحب فرقة ديال كلون طنجة. قمنا بواحد التنشيط اللي كان زوين اليوم بمشاركة مع جمعية ديال استمرار. صراحة الدور ديالي اللي كان اليوم كنت أنني نلعب الدور ديال المنشط ديال الأنيماسيون، لعبنا مع لي زونفو، قمنا بواحد الجو كان زوين بزاف. مع كان معنا هنايا أنوار ماجيسيال، كنشكرو بهذا المنبر وكنشكرو حتى الصحافة أشواقع اللي استضافتنا لهنايا. شكرا بزاف على المجهودات ديالهم اللي كيقوموا بنا، وشكرا لأي واحد حضر في هذا الحفل هذا، وبكم نتوما نجح هذا الحفل. تبارك الله عليكم، وتحية للمدير المركز خدمة الشباب اللي قام بتنظيم هذا الحفل، وشكرا بزاف. بالنسبه للاطفال كان واحد التنشيط زوين، الاطفال ملي كيشوفونا هذا التنشيط، ملي كيشوفوا كلون، ملي كيشوفوا ديك ماجي كيفرحوا بزاف، لان علاش كيكون عليهم واحد الضغط ديال القرايه، ملي كيكون داك الشيء ديال الالعاب وكذا كتفرح عليهم، كيخرجوا داك الشيء اللي كاين داخل. هذه الفكره هذه مزيانه الانسان يكون مره يقوم بواحد التنظيم ديال الحفله ويجمع لي زونفو مثلا، يعملوا لهم مسابقات، لان كيعيشوا واحد الجو اللي زوين بزاف ما كيعيشوهش في الدار ولا في المدرسه. على الموضوع ديال الكلون ديالكم بالنسبه للكلون، شنو المعاني اللي عندك بالضبط؟
المعاناه اللي عندنا في الدومين ديال الكلون، لان ما كايناش الدعم مره نهائيا. الا بغيتي تخدم الكلون انت خاصك تقوم باغلبيه كيعيطوا لنا لان جمعيات عمل جمعوي، اغلبيه عمل جمعوي وعمل جمعوي انك ما كتخلصش، يعني كنقول لك غتعمل معنا خدمه باطل. لهذا الدعم ما كاينش من هاد الناس هادو، ومن هذا المنبر كنقول الناس يدعموا هاد الناس هادو في اللي في هاد الدومين هذا، بالنسبه للماتيريال، بالنسبه لبزاف الحوايج اللي ناقصين في هاد الدومين هذا، خصنا اننا نقوموا بواحد الدور اللي زوين، مثلا شي جمعيه ولا شي حاجه تقوم بهذا الشيء هذا او تدعمهم تشري ماتيريال، مثلا اي فرقه عدت في الدومين انسان يعاونها وكيتعاونوا مع بعضيتهم باش كيوصلوا لواحد النيفو اللي هو زوين بزاف، وكيدخلوا ديك الساعه المقدار. ديك الساعه يمكن لك واخا اي جمعيه كتعيط لك عمل جمعوي كتمشي وراسك مرفوع لان عندك الماتيريال وعندك كل شيء. شكرا بزاف، شكرا أشواقا لأن دائما معنا ودائما حضرة، شكرا بزاف لكم، تشاو تشاو. اشترك الآن في قناة أشواقا تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواقا تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.